السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاة واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. وبعد، حياكم الله تعالى في جولة خاصة على ابواب المسجد النبوي الشريف، أشكالها وبعض التفاصيل المختصة بها. ونحن الآن نبدأ بباب الرحمة أو باب عاتكة. هذا الباب هنا، هذا مدخل الباب من الجهة الغربية للحرم، وهذا هو نهاية الحرم القديم. وندخل هنا فنجد أمامنا هذا الباب، هذا الباب، وكان أطم سيدنا حسان بن ثابت الشرعبي قريبا من هذا الموضع. انظروا معي إلى مقبض هذا الباب العظيم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله، في غاية الروعة والجمال، في غاية الجمال. أنا يعني لم أرى في حياتي مقبضا أجمل من هذا. انظروا معي إلى هذه المقرصنات، وهذا المقبض من الطرف الآخر، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما شاء الله تبارك الله، جدا جميل. انظروا معي كذلك، أعمال خزفية بالنورة والجبس، وهنا لفظ الشهادة لا إله إلا الله. وكما أخبرنا سابقا بأن هذا هو الحد للمسجد القديم بالنسبة للامتداد العرضي. هذه الأسطوانات، ثم الأسطوانات الرخامية تمثل خارج المسجد القديم. ويبدأ المسجد منذ التوسعة التي كانت في خيبر من عند هذه العلامة، حد مسجده عليه السلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذن أخذنا فكرة الآن عن، انظروا إلى الصورة المرسومة هنا، وهي صورة الطريق المستقيم الذي اختطه فخر الدين باشا والي المدينة المنورة إبان الدولة العثمانية، ويوصل إلى مسجد قباء. وانظروا كذلك إلى الطغراء، هذه الطغراء هنا، وهي توقيع وختم الباب. إذن هذا باب الرحمة، باب الرحمة، يا رب ارحمنا برحمتك الواسعة. إلى الأمام من باب الرحمة، طبعا هذه من أقدم الساعات الموجودة هنا، هذه ساعات بالتوقيت الزوالي، أقصد بأقدم أنها تعرض التوقيت الزوالي والتوقيت الغروبي. هنا نأتي الآن إلى أبواب الخوخة، خوخة سيدنا أبي بكر الصديق. هذه الأبواب المتلاحقة تمثل الخوخة، وإذا خرجنا من هنا نجد باب الصديق رضي الله عن سيدنا الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وهو الباب رقم 2. انظروا معي إلى هذا الباب، هذا شكل الباب، ادخلوها بسلام آمنين. انظروا معي، هذا مصراع الباب الآخر، وهذا مقبضه. انظروا، وهذه الزخرفة هنا، ثم يدخل المرء ليسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا سيدي رسول الله، يا حبيب الله، يا خير خلق الله، يا خاتم رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دعونا أيضا نمضي بكم، ما شاء الله الروضة مزدحمة، ما شاء الله تبارك الله. دعونا كذلك نمضي بكم إلى أبواب أخرى. هذا باب السلام، وهو من أجمل الأبواب وأكبرها، هو الباب رقم 1. أيضا ادخلوها بسلام آمنين، ما شاء الله تبارك الله. انظروا إلى المقبض،
يشبه مقبض باب الرحمة، وهو باب مرتفع وكبير. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما شاء الله، انظروا إلى الآية الكريمة، ما شاء الله. إن المتقين في جنات وعيون. الله أكبر، الله أكبر. ثم تدخل من الجهة القبلية بالسلام على خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا هذا الرواق العمري، هذه توسعة سيدنا عمر بن الخطاب، هذا يجب أن نعرفه. وهنا الرواق العثماني، هنا توسعة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وهنا مداخل الروضة الشريفة، هذا خلف المحراب السليماني، وهذا منبره صلى الله عليه وسلم. وهنا نأتي الآن إلى مداخل الروضة الشريفة. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا حبيب الله، يا خير خلق الله، كاتب رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشهد أنكم قد أديتم الأمانة وبلغتم الرسالة ونصحتم الأمة وجاهدتم في الله حق الجهاد. جزاك الله عنا خيرا يا رسول الله، واجمعنا بك في مستقر رحمته. السلام عليك يا سيدي يا أبو بكر الصديق. السلام عليك يا سيدي يا عمر الفاروق. جزاكم الله عنا خير الجزاء، ولا حرمنا الله جواركم في الدنيا وفي الآخرة. اللهم إني أسألك إيمانا لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة، جنة الخلد. اللهم اجعلنا يا رب العالمين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وهذا باب البقيع، باب البقيع، باب رقم 41. وهذا شكل الباب، انظروا معي، هذا باب البقيع. يخرج المرء بعد ذلك أمامنا مباشرة سور بقيع الغرقد، سور بقيع الغرقد. ونسير الآن، وهذه أقدم منارة في المسجد النبوي الشريف. ونسير الآن من الواجهة القبلية، وهنا المنارة التي تكون بجنبها القبة الخضراء، وهكذا لو رجعنا شيئا يسيرا تظهر لنا القبة الخضراء، وهذه القبة الفضية التي تعلم مكان المحراب العثماني. اللهم صل وسلم عليك يا سيدي. وهذا باب الجنائز، هنا تدخل الجنائز للصلاة عليها. وهذه ساحات المسجد النبوي، أمامنا الساحات القبلية والغربية كما ترون. هنا هذه المناطق كلها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن الآن وصلنا من نهاية الضلع الجنوبي القبلي، وبدأنا الآن في الضلع الغربي. وهنا أحد الأبواب في المبنى المتقدم على المسجد القديم كما ترون. هذا باب السلام، باب رقم 1. انظروا إلى جماله وكثرة الزخارف فيه، ما شاء الله تبارك الله، لا قوة إلا بالله. ثم باب الصديق رضي الله عن سيدنا الصديق، وقد صورناه من الداخل قبل قليل. ثم بعد ذلك نأتي إلى هذه الأبواب، باب الهجرة، باب رقم 4. باب الهجرة، باب رقم 4. انظروا، هذه أبواب صغيرة نوعا ما، قصيرة. انظروا معي،
مكتوب عليها من الخارج محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله، من أعلاها ادخلوها بسلام آمنين. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى يا رب، اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى يا رب العالمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.